عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: كان الناس يخدم بعضهم بعضا في السفر وفي الحضر، وكان لأبي بكر وعمر خادم في سفر، قال له: اصنع لنا إداما. فنام رضي الله عنهما ونام الغلام، استيقظ وإذا بالغلام نائم، أيقظاه وقال لبعضهما: إن هذا لنؤوم، يعني يحب النوم، وفي رواية: إن هذا ليوائم نوم بيتكم، أي أنه ينام في السفر كنومه في الحضر سواء. أيقظاه وقال له: ائت النبي صلى الله عليه وسلم وقل له: إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام ويستأدمانك الطعام يا رسول الله. فذهب الغلام من فوره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام ويستأدمانك الطعام. فقال صلى الله عليه وسلم وعليهما السلام: قل لهما قد ائتدمتما، يعني قد أكلتما الإدام. فذهب الغلام إليهما وقال ما قال صلى الله عليه وسلم، فخافا وفزعا وهرع من فورهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أرسلنا إليك الغلام فقلت له ما قلت، والله ما طعمنا منذ أصبحنا، ما ائتدمنا بإدام منذ الصباح. فقال صلى الله عليه وسلم: بل ائتدمتما بلحم أخيكما، والذي نفسي بيده، إني لأجد لحمه بين أنيابكما، وفي رواية: إني لأجد لحمه بين ثناياكما. قال رضي الله عنهما: استغفر لنا يا رسول الله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فقال صلى الله عليه وسلم: بل إياه فليستغفر لكما، اذهبا إليه واطلبا منه أن يغفر لكما. مما أيها الأحبة، ماذا قال رضي الله عنهما؟ إن هذا لنؤوم، ومن هما؟ قمتان عظيمتان من قمم هذا الدين، ومن في الدنيا كأبي بكر وعمر. وبالرغم من هذا يقول لهما صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأجد لحمه بين أنيابكما. إذن ماذا يمكن أن يقال؟ لبعضنا يجلس المجالس الطوال يطعن في المسلمين ويجرح فيهم ويسخر منهم ويغتبهم ويتكلم عليهم، ماذا يمكن أن يقال لهم؟